يومين بالقبية على طريقتنا. القبية هي أم هي الكون. القبية ضيعة كثير حلوة، لوحة خضرة، طبيعة وحرية. القبية هي الأم تبعنا. القبية حلم 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 من الأحلام، من أجمل المصايف بلبنان. ما فيك تعرف لبنان إذا ما بتعرف القبية. فرجيك قديش في مطاري حلوة القبيات. حط لكم يهم كلهم على جوجل مابس. أوف، وبعد ما أول طريق منقوشة الريحة، منقوشة الطعمة، منقوشة الحياة. ناقش مشكلة، بلش في الوالد ونحن بعدنا لهلا. جامعة وقعدة حلوة، قلبي تعلمني حبيبي، طبيعة رائعة. يا حوة يا حوة يا حوة، أكل أكلنا وبطن عبي. أنا مش مقتنع. باي باي. الكبار بالعمل أكثر شي بيحبوه حقيقة فاميلي رستوران. وهلأ رح نحضر تي في للصبح. تعتقد انك بتعرف لبنان؟ ما فيك تعرف لبنان اذا ما بتعرف عكار، ما فيك تعرف لبنان اذا ما بتعرف القبيات، وما فيك تحب شيء اذا ما بتعرفه يلي هو لبنان. رح فرجيكم اليوم ولاول مره اول دوكيومنتري على القبيات كامل متكامل. انتو بتعرفوا بالقبيات مزبوط بدها ساعتين من بيروت، بس فيكم تقضوا هون اسبوع اكثر من 80 وقفه، اكل، مطاعم، نومه، سياحه، احراش، برمات بيئيه، واكثر واكثر واكثر. القبيات شغلة كتير كبيرة. تنحضر سوا دوكيومنتري من أروع ما يكون. مارك شو محضر؟ أنا بعرفك بتحب الخرايط، قلت أفرجيك أنه ما بقى بدنا نضيع وقتنا بس أكل أكل أكل، مفرجيك قديه في أشياء. شو قصدك؟ أنا قصدي أنه بدنا ناكل أسرع. فرجيك قديه في مطاري حلوة بالقبيات. فجربت أحطهم هيك كروكي، تخيل مثلا هول كل هيك إذا بدك لتخوت هنا مطارح فيك تنام بالقبيات، في أكثر بركة من 10 عندك. انا بحس قبيات هي مدينه المي، فيها كذا درب، هي كمان مدينه الكنايس، كنايس كل واحد احلى من الثاني. من في متحف للفراشات بالقبيات، مطاعم شو ما بدك فيها، شيء خيالي. هذا كله بالقبيات، عندنا اكثر من 80 وقفه. وفي كم شغله مثلا اذا حضروا الدوكيومنتري تبعك القديمين مثل كرخانه الحرير، هول كمان موجودين هون. رائعة مدينة كاملة، بتحب الكامبينج، بتحب الهايكس، بتحب الأكل. وما تنسى أنه القبيات هي سنتر لتروح منها لكذا مطرح، منهم غابة العزر، فنيدق، منجز، عند إيت، وكل هالضيعة اللي حواليها. ما قلت لي ولا حرف على الخريطة اللي عدت ارسمها يومين. مارك رائع الشغل، أوف. فيني بروزة حطها فوق تختي؟ هلأ ليك شو رح نعمل لما تخلص الخريطة، مندور كل شيء عملناه ومنشوف شو نعمل فيها بعدين. حط لكم هون كلهم على جوجل مابس. لهلأ 70 وقفة ورح يزيدوا أكتر وأكتر وأكتر، فيكم تخدون وتلحقون وتلعبوا اللعبة معنا من الأول للآخر. من بعد ما فرجيناكم أكتر من 70 احتمال فيكم تعملوا، خلينا نتعرف سوا على جمعية إنسان يلي عم تعمل شغل كتير حلو وعم تدعم السياحة بالقبيات. خبرنا عن جمعيتكم، يعني اللي اكتشفته لهلا هو هالطريق 4.5 كيلومتر، كيوسكات، شغل مظبوط، حجر، بنوك، ريسايكل، اوف. وبعد ما اول طريق نزار خبرنا. نحن بانسان شباب وصبايا كلهم تجمعهم القبيات، بيجمعهم باك جراوند كشفي والعلم العمل التطوعي. بلشت انسان ب 2018 بدعم نشاطات اجتماعيه وثقافيه وصحيه وبيئيه، وكبرت وكبرت العائلة تبع إنسان. اليوم بلشنا بهيدا المشروع اللي عملنا منه أول مرحلة 1.5 كيلومتر من أصل 4.6 كيلومتر. هو مشروع على طريق النهر بيلقط كل أحياء القبيات. نهر عليه طواحين، بعضهم طواحين موجودة بشكله رمزية، بشكله على ممر التاريخ وال كل هالوقت اللي قطع، رمزية للوجود وللصمود اهل القبيات. اللي نحن عم نحاول نعمله نرجع نعمل إعادة إحياء لهالنهر ولهالدرب اللي هو على النهر.
مع طريق مخصصة للمشي وللبيسيكلات، فتحين الباب لانجي اويات لغير جهات منحة انه يساعدونا بالفيزات التانية، حتى اي حدا من القبيات حابب يساعد المشروع مفتوح. طبعا انسان عنده غير مشاريع، اليوم نحن عم نحضر مع الكشاف مع رعية سيدة الغسالة لعيد الغسالة، سيدة الغسالة عيد السيدة اللي هو يعتبر عيد كبير لأننا بالقبيات ب 15 ايب ان شاء الله. بلشنا بسمر كامب، بالإضافة لشغلات كنا قبل نعملها وبعدنا عم نعملها منها اللي هو الكريسماس فيليج، مسرحية للأطفال بعيد الميلاد. هيدا باختصار. إذا هيدا باختصار بلا اختصار بحط كريم سولير وبنقعد لبكرة الصبح. هدي صلي بيجي على البيت، صلي بيجي على البيت يمكن من 10 سنين وصرت دايما هون شي 6-7 حلقات. ولا مرة جيت على هيدا المنطقة، يعني أول ما واحد يفوت بالقبيات ويلكم تو قبيات وبدلك مكف رايح دغري على الساحة بعدين بتروح أو عند إت أو بتطلع. بس هالمنطقة التحتانية أنا ولا مرة كنت أفكر أنها موجودة أساساً، وأنتوا حطيتوا كل ضغطكم وقوتكم فيها، شو أهميتها؟ اللي كنت قلته قبل شوي إنه هو إعادة إحياء هيدا النهر، لأنه هو النهر بيربط كل أحياء القبيات. نهر تاريخي. نهر تاريخي. كم مطحن عليه؟ عليه ستة واحين، عليه شمعة، عليه غزالة، عليه شديق، عليه نادر. هيدا أول مرة بشوف طريق بسيكلات، يعني بنستحلف بيروت بالمدينة يكون في منه، وأنتوا عملتوها هون أكثر من 4 كيلومتر إن شاء الله بيخلصوا مزيحين مرتبين وبيلحقوا النهر كله، يعني بيجون بسيكلات حرزين يسوق ساعتين يجي يقعد هون صح. ويرجع يعمل بسيكلات. هو 4 كيلومتر واللي ذكرته قبل إنه كمان بيودي حلسبين في مشروع اللي هو كمان طبيعي، ما في زفت ما في ماركينج، بس هو طبيعي باث طبيعي، عمليا بيكونوا كلهم على بعضهم بحدود 10 كيلومتر. مدخل القبيات مستقبلينكم بأطيب منقوش. منقوشة الريحة، منقوشة الطعمة، منقوشة الحياة، منقوشة الطراوة، منقوشة العجينة المخمرة، منقوشة التحميص والنار، والمنقوشة كل شيء. منقوشة يلي من وقت عم بيجي على القبيات، القبيات لقلي بلا هالمنقوشة ماشي، والمنقوشة لقلي بلا القبيات ماشي، كلهم مع بعضهم. معقول؟ لا مش معهم الزعترات والعجين والطراوي والريحة. والله بينمجرها من بيروت، كرمال زعتراتها، كرمال عجينتها، كرمال ريحتها، كرمال طعمتها، بتريح الروح. القبيات جنة الله على الأرض. قديش بدها وقت؟ واحدة كاملة هالقد كبيرة؟ واحدة كاملة تذكر شي 5 ساعات. 5 ساعات؟ والقصب من هون من المطار؟ ايه هون في شوية. انت تعلمتها من مين؟ من الاهل؟ من بيي. وعم بتعلمها هلا للشي الجديدة؟ يا ريت حدا بيتعلمها. هاي أنطوني، يا هلا فيك. نحن بالقبيات بجرانيرو فيردي، نحن ريزورت، عنا شاليات، عنا فينيو عراس، وعنا كمان أحلى تروبيقة بالدنيا. نقيش على الصاج هلا طازة، خبز على الصاج، لبنة بلدية، جبنة بلدية، شانكليش، كله شغلنا. تفضل على التروبيقة. هنا خوري شعار، انا عندي صاج الهنا بعند ايت، وبيجي كل احد او كل ما طلبني رومانوس على الشاليات لهون. بيكون في ترويقه منقيش، منقيش مشكله، جبنه، زعتر، كشك، لبنه وشوكولا، والقعده هون كتير حلوه. عجينتي فيها نكهه غير شيء، خلط العجين
تالت مرة هون، لأنه هون فيكن تحسوا حالكن بالطبيعة بأوتيل individual houses أو فيلا، بتناموا وحدكن بالبرايفسي، فيكن تتروقوا أكل غير شكل. ومش بس هيك، عنده محل للأعراس للإيفنتس، وقاعدة واحد بحس حاله قريب من ربه. ومش بس هيك، عنده سولار بانلز، يعني إذا جيتوا بسيارة الكهرباء بشارجكن إياها بالنهار على الشمس. رائع فول باكج، أنه ترويقة برا تحت الشجرات، بتيجي لعنده الست هناء. ست هناء بتعمل عجيب، عندها خبزة وعجينة تعرفنا عليها بالفرن عندها ببيتها. وفيكن تنطروا بتيجي لعندكن لهون، لبنة جبنة لقمة بلدية. يا سلام شغل اليوم عم. أكيد ما في منا بيروت. هذا زعتر بلدي. هلو. مش للأكل. بتذكرني فيه أنا عم باكل كيل. كيلي هاي. صحة وهنا. قرشتها كيف؟ مرسي ستنا. صحتين. رح نقص لها رز بندورة. رح نفرط لها شوية نعناع. رح نقصر لها خيارة. وتماجى الغمى رح أعملها نص برمة وحط لها لبنة عليها. بهالطريقة بيضلهم زعترات محلهم. رح قصها اثنين لأنه المنقوشة is great for sharing. واحدة إلك وواحدة إلي. طلع مرقشتها قديش محمصة. اسمعوا قرشتها. زعتراتها روعة. لبنة الخضرة بتموت بتموت بتموت. فيها طعمة الضيعة والأبيات والزعترات مفقين على الإيد. ما بينشبع من هيك شيء. عم بيحكي مزبوط. شوف قرشتها. بس اسمع له. شيء كثير مهم. وين رايح؟ كنا ماشيين. ما عملتنا لبنة وبصل غير شكل، فقلت انه انت ما رح تاكلهم. يلا هلالة. باي. باي. نحن مطعم عربي بنقدم كل الوجبات العربية. عنا أكيد أعراس، حفلات، عمادات، قربانات، كل شيء بيختص بالسهرات موجودين. حتى فنانين كبار كانوا عنا، وراح الله راضي يرجعوا يجوا. وهذا المطعم تأسس من 16 سنة، بلش فيه الوالد، ونحن بعدنا لهلأ الوالد وأمي وأختي، يعني هي بيزنس فاميلي إذا بدك. يلي جاي من بيروت أنت بتفتح له كل يوم؟ نحن ما بنسكر ولا نهار بالجمعة. غدا عشاء؟ غدا عشاء صيف شتي. واو. فاتحين عنا صالة شتوية صغيرة فوق، وبالصيفية ننزل على القاعة الكبيرة. وكتر خير الله يعني. يلا ثروات الغدا. أهلا وسهلا فيكم. جامعة وقعدة حلوة، والله يخلينا هالوادة بهالقعدة الرائعة. مناظر شو بدي أخبركن، في أخضر على مد النظر، رواق الهوايات، برود حتى لو بعز الصيف. وبالآخر ليكم لطاولة وليكم كرامة. ألوانة حلوين، البطاطا المخصوصين على الإيد، التبولة وكل شي من هون، إن كان الخسات إن كان النعنعات البقدونسات كله من هون. وهذا صحن الحمص اللي حبيته كتير. من أول مرات اللي بشوف صحن حمص هالقد مرتب، مثل كأنه تابلو بس منه مجلغم. حمصاتهم طيبين. سمبوسك ملفوفين حبة مثل التانية، وكمان بدهم شوية حمص، مثل الكريم، مثل مايونيز الحمص. الورق عنب
مكتوب ينقرا من عنوانه من اول ما فتنا. الطاوله رائعه، الاستقبال عظيم، وبعدين الاكل فعلا 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 واو. مش عم بعرف وين بضرب عيني او ايدي، انا عبالي كفي مع السمبوسك والحمص وشويه بطاطا، وهلا بنقضي على اللحمه وبنسكب شويه فتوش. يا هيك جمعة يا بلا، اهلا وسهلا فيكم بلبنان، خاصة بالقبيات. مشوار بيحرز وين ما كنتوا، كيسكن. عن جد سمبوسك مع حمص شي روعة. هن كل المشاهير بالاكل هيك بيعملوا. لقمة كتير طيبة، نفس كتير لذيذ، اكيد رح ارجع لهون وبنصحكم انتم ترجعوا لهون. هيدا هو المطعم فعلا فعلا، الكيس العرق، القعدة، الحمص، سمبوسك الفوارغ، ديليشس. بتظهروا من المطعم لوين؟ ع مارشاليتا. مارشاليتا له قصة كتير مهمة، اذا ما التقيتوا بالستة تخبركم اياها، حضروها معي. تعالوا يا حبيبي، ليك كيف عم بتحكي؟ اي دخي ربك، يلا ها شفت وين بلق القرو. احلى قعده السيجارس. ايه يا عروه، برافو عليك. هيدا هون ارتيمو شليطة، كان معبد وثني. اجا ارتيمو شليطة من 363 ميلاديا، هو كسر المعبد وعمر كنيسي ديركت هون، عنده بعند كنيسة تاني بس هلا صار بعدها تحت الأرض. أوكي. هلا ابني بباريس عم تعلم، ما يتعلم حكيم جراح، ما يدرس وعنده فحص تاني يوم. ساعة اتنين بعد نص ليل يقبر قلبي، وقع من خامس طابق. وجاني خبر إنه مات. لما نقوله لي مات، كان المرحوم باي يقول مين بيعمر معنا مارشاليطة؟ لا في طريق، لا في مي، لا في كهرباء، ما في شيء. قلت له مارشاليطة عايش لي 10 سنين وانا بعمرك. ليش طلبت 10 ما بعرف، ليش طلبت 10 ما بعرف. ها جاني خبر على وجه الضوء انه ما يتنفس صار منيح. يا الهي، بعدين زاد بالقبيات بالكنيس انه انا بدي انبش هالدير. كل وعونات جاوا معي وقت النبش. هلا قولوا هي نبشت وقدرت عمره ومطوط القاتل. انا نبشت الحجار الاثار كلها تحت الارض، بلشت بقول له ما حدا ينتقر لي شيء، هيدا شغلي. جيبهم احلى، جبت له احلى معلمين، جبت البنش من بيروت، من البور، من بيروت، ولا جي البنش بقي 4 سنين هون، كل يوم ليركب يا حجر يا حجرين، بالشتي لم بالصيف عمير. بوق العشر سنين توفى، كان عمره 33 ما عمر المسيح، مات بأيام المسيح بجمعة العظيمة، وتجنس عود بسيدة لبنان استراليا، عود بالعبيات وموجوريس، عود هان قبره. وأنا صاري سنة 85 ما تركت الدار، حجر ورا حجر. مارك جنة صغيرة،
أنا كنت بدي أقول لك إنه نجي على الأبيات مش بس كرمال أكل، أكيد الأكل كتير طيب، كرمال الطبيعة الرائعة. وين ما بنطلع عيوننا يعني بيسرقوها النباتات الرائعة، إن شاء الله يطلع لنا وقت نضوع كم وحدة. هون الشيء الحلو إنه عن جد ما بتحس إنه أنت حد مطعم، يعني كل النباتات اللي بدله إنه الإيكو سيستم كتير مرتاح، يعني بصحة رائعة موجودين. من الإدارة بتشوفها معرفش على الشجر، من نباتات المي، ومن التنوع الموجود مثل كأنه ما في وحدة أكلة على التاني الضو واصل، حتى المي يعني نقية. مطعم شلال السمك، ونحن موجودين بالقبيات بالأطلبي. عمر المطعم من سنة 1995، ونحن بنفتح صيف مع شتي وطول أرضية يعني طول أيام الأسبوع. القعدة على النهر، صوت المي، الخضار بياخد العقل، النهر نظيف، الأجواء حلوة ورواق، أنت والطبيعة، لقمة ميزة وكاس عرق. تشيز. أنتوني أنا بعرف أنه أنت ما بتعرف كثير مطاعم لبيات، فأنا أخذك برمك عليهم أوكي. وشوف إذا الأكل طيب بالبيات. ولا أنا فكرت أنه أنا وياك رح تكون برمتك بكرة، لأنه بعد ناطر الشمس لتطلع تبرمك بقلب الأحراش وفرجيك الإيكوسيستمز اللي أنت بدك إياه. بس أنت بدك تقلي البلاطيت باللاتيني شو اسمه؟ ما بقى بدي ألعب. ليش؟ أنا بعرف أقول حمص باذنجان كذا. عبيكم بعده على المدينة وعلى راس الجبل، محل ما الهواء كتير حلو، محل ما أغلبية الوقت بضل في خطايطة. تعالوا تعرفوا على هيكل، هيكل على راس فوق فوق فوق، قبل ما تبلشوا تطلع كفوا الطلعة وتلفوا صوب الهرمين. هيكل قصة، هيكل كاركتر، هيكل شغلة كتير كبيرة. مرحبا، اسمي توماس مخايل، أنا ابنه لهيكل الصغير. نحن أربع أولاد، أنا أصغر واحد، وكنت بألمانيا، سكنت بألمانيا for 17 years، ورجعنا من نص سنة نمشي هالمشروع ونقدم شيء حلو للناس، كواليتي حلوة. عادة كان بيي يستقبل all year round، عنا كم قود هيك شاليات مهضومة صغيرة بالطبيعة بالتفاح هونيك، وبيعمل جبنة، وعنا معزة، عنا دجاجات هلأ جبناه هون، انه عم نجرب نعمل سيلف سستينبل كل شيء. هيكل عم بحضر. يا حوى يا حوى يا حوى، ايش الجبنة لك ألزة زلمة على وجه الأرض. عم تقولي يا حبيبي اشتقت لك. هذا كمان أطيب إنسان. كيف بالصور هيك؟ ايه نحن هيك أطيبه. شو عامل؟ ما جايب لكم زهبة؟ أنا فكرت في منهم بس بفرنسا. لا لا، سبقنا فرنسا. هلأ بدي هلأ من دوقك بالصوبة. شرفك إحساس. كيف رجع الصوبة يساعدك؟ كيف؟ مش إحساس، يعني أنقذ لي حياتي من الموت البطيء الأكيد. أخوات هيدا الزلمة تقريبا بتعرفوا شي تلت ساعة، يعني شي تلت ساعة من القبيات هالقد على التلة على الراس، بس توصلوا لهون بغير عالم، ما في بيوت، ما في شي، في شجر، في هوا، في روح، في أرض، في هو. الله يرضى عليك. دك أنت بطل، بحبك كتير. هيجي الباز بلدي، هلا أنت كل وقول إيش؟ ما بقى نعرف إيش، يعني بدنا نسمي على اسم فرنسا يعني؟ لا هيجي جبنتنا هون، معزتنا هون، وأكلنا هون، وملعونا هون. واو، انت بدك تقرر ايش بدنا نسميها هي. شو بنسميها؟ ما بعرف شو بنسميها. اخوات طعمة وريحة المعزاية نو هاو الفرنساوي، شو بنسميها؟ انت كتير قوي، معتقة. شو هالريحة الحلوة؟ شي ولا فرنساوية ما عملوا هيك شيء؟ لا ما حيعملوا هيك شيء، نحن اصلا معزي هون. أولنيل من لو مرقد عنزي بجبل لبنان. إيش بيك؟ إيش بيك؟ إيش بيك؟ بدأ لقمة تانية لأنه واو
بدنا نشربيك تقيل اليوم. واو ليك اليوم لا بكره مطعم المرغان بنفتح كنا مسكرين لمبارح صار لنا 3 سنين. امبارح اول يوم كنا بلشنا. عم برجع اتذكر جيت لهون من 4 سنين والمنظر كان روعه. اليوم شويه غيوم ما كثير رح تشوفوه. سكروا 3 سنين وهلا عم برجعوا يقلعوا. يلا واي نوت، حماس عن جديد. اللي بيجي لعنا هلا في عنا عربي مثل ما كنا قبل، اللبناني نازل اللبنانيه وقوتنا شوي غربي. عكترة ما جيت على القبيات نسيت شو بنعمل بالقبيات. تقريبا من 6 سنين واخر وقفة هون من 4 سنين. مطاعم قد ما بدكن، محلات واحد ينام قد ما بدكن، كافيات، بابات، محلات أرجيلة. وبعد ما فتنا بالسياحة وبعد ما فتنا بالأحراش وبعد ما فتنا بكل الاكتشافات اللي فيها نعملهم، خويت هالمنطقة. ناشونال كوزين للصغار للكبار لكل العائلة. جابوا كل كوزين العالم مع شوية لبناني وحطوهم على التلة. عادوا هون وشوفوا هالمنظر الرائع. الأولاد بيتسلوا بيركضوا بينبسطوا بيصرخوا والكبار بيقعدوا بينبسطوا بالمنظر وبيأكلوا لقمة. أهلا وسهلا فيكم. جبلنا إيكولوج بعكار. نحن عنا 13 بونجالو للبدو يجي يرتاح يريح راسه بينام عنا بهالمشروع، بيقعد بيسمع صوت العصافير. ومن هون بينطلق على المشي، بيطلع من هون على كرم شباط، على الأموعة، على غابة العزر، على وادي عودين بعندقد، من أهم وديان وأكبر امتداد سنوبر بالشرق وادي عودين. هالمنطقة هذه كلها خضرة وكلها تحضن سواح البيئة. وأهلا وسهلا فيك. نحن وين؟ نحن بالقبيات. بس من القبيات فيكن تعملوا كتير اشياء ومسابة انو كلهم مصورينن. من القبيات فيك تروح عم نجز. منجز بتاع كتير حلوة معروفة بحجر الأسود. نهار طويل ببلش على السكوتر. صباح الخير. منجز شغلة عظيمة. أهلا وسهلا فيكم بمنجز. انت حق الناس ما بتعرف شو فيها منجز. لوفات سنين مش مبارح قبل مبارح. صح، منجز ضيعة بلبنان مميزة بإرثة الطبيعي والثقافة. منجز كانت مسكونة من أيام العصر البرونزي القديم، يعني من 7000 سنة قبل المسيح كان في استيطان بشري بمنجز. والبدل على شيء هن هالدولمنز الموجودين بمنجز. بقلب منجز في 87 دولمن. دولمن هو قبر ميغاليتي. الشعوب البشرية القديمة تتفرجي لعدة أسباب، يعني هيك قالوا العلماء، ليفرجوا الغنى تبعهم. كانوا يبنوا لموتاهم هيدول القبور، مش مين مكان بيندفن بالدولمن.
ايه شو عنا بمنجز؟ عنا شو عنا بمنجز؟ عندكم واو 6-7000 سنة اخبار يعني. شفت مثل ما قلنا الاستيطان البشري على مر العصور مرق بمنجز. هيدا معبد روماني للآلهة نيميزيس، هيدا المعبد الوحيد بلبنان، ميزاته مبني بالحجر الأسود البازالت. هيدا معبد مبني من القرن الأول، بيحمل عدة رموز مميزة وعدة نقوش مميزة. بعد في سكولتور عمليون، وبعد في سكولتور سكولتور بقلبه. من القبيات فيك تنزل على عند إت. كل ما اجى على هيدا المنطقة ضروري اقطع وين؟ على التنور عند إيد بسموه. هلا ما له اسم ما له قار، ما هيك سميته على جوجل مابس وموجود، فيكم تفتشوا على التنور عند إيد، عند إيد A&D. القعدة هون كتير لذيذة، برود هوايات بالوادي، اسمعوا الرواق. بنص الطبيعة بتشوف بتعبوا أكسجين وبتاكلوا لقمة غير شكل. خدية ما في، ورق ما في، كله على الإيد، كله بفوت بتفوت بقلب التنور، بيشتغلوا من قلبهم، بيعملوا طلامة، بيعملوا لي اليوم عملوا لأول مرة جبنة مع زعتر من برا. فيكم تجوا تقولوا لهم بدنا منقوشة أنطونيان يعني غير شكل. عجينتهم توب، جبنتهم روعة، زعتراتهم ولا أطيب من هيك، محمصين على الطراف. شغلة 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 كتير كبيرة، عن جد شغلة كبيرة. بس لكم حتين واحدة ساقن. نعترف لك 10 بوش اب، 10 بوش اب هلا قدام الكل. مناظر بتاخذ العقل. طقس كتير مسقع، رجعنا لبسنا جاكيت. نحن هلا بقلكم على علو قديش هي المنطقة بين بيات، بتلفوا اللفة بترجعوا بتنزلوا على الأموع. معي مارك، مارك رح يخبرنا عن هالغابة بطريقة علمية، شو فيها شجر، ليش هواياتها هالقد قوية، شو فيها نباتات، قديش غنية. نحن على علو 1590. أوغست، أوغست، عم تسمعوا الهواء برد برد برد. هيدي تقريبا الغابة الوحيدة بلبنان هالقد فيها تنوع كونيفرز. رح أقول شو الكونيفرز. نحن نعرف الأرز مثلا والسنوبر والشربين والسارو واللزاب، هولي كلهم كونيفرز يلي هن هالشجر الكبير، ما في بالعالم غير 720 نوع منهم، بينما الزهور يلي بزهره في 250 ألف نوع منهم. سو هون هن اللي بيعملوا كوز إذا بدنا نهينا، هيك مسميون كونيفرز. هلا اذا بتجي بتطلع حوالينا في اساس بتعقد يعني قد ما في، رح شارككم معنا. كم نوع عندنا منهم هون؟ هلا هون مفروض يكون عندنا بين 7-8 حد بعدهم من اساس 720 يعني واو. يس يعني تعطيك اكزامبل، انت بتروح على غابه الارز مع انه بعقده كل شيء بتنورين او بشوف، او مثلا بتروح على غابه الارز لنقول ببشر، في نوع واحد يلي هو دومينو الارز. هلا اهدن غير شيء، اهدن هي ريزيرف فيها تنوع كثير كبير، بس هون في تنوع خيالي بين الشجر. انت هلا عم تطلع بلكي مفكره كله ارز. لانه في نحن رح نقطع بعده ليفلز 100%، نوع شجر، نوع ثاني، نوع ثالث، نوع رابع. صح، حتى خبرك على السريع، عاده كمان نحن السنوبر بلبنان ما بتشوفه على العالي كثير، عم تشوفه الالف شوي اكثر، بس هيدا اكسبشنز. الارز بلبنان شجره الارز تطلع من ال1000 متر لحد ال2100 متر اعلى شيء بلبنان، بينما اللزاب اللي رح خبرك عنها بعد شوي الموجوده كثير هون فيها تبلش من ال1000 وبتنتهي على 2800 متر.
حس حالك بلبنان؟ لا هيك هدي حلو. كنت عم اسألك قلت لي سميهم اوك. يس. بس نحن مش عاودين على السنجان يكون شكله هيك. صح. نحن بلبنان اذا بدك في كل شيء بنقول له السنديان، بلوط، عزر، ملول وعفص، كل هول هن اوكس بالفرنساوي بنقول شان. اللي بيجمعهم هي مش الورق ولا الجزع، هي الفواكه مثل البلوطه. طبعا الغيبة مثل ما شفتوا غيبة كتير كبيرة وفيها دروب كتيرة وممرات عديدة، يعني الواحد بيقضي نهار كامل بقلب الغابة ومشي وما بيخلص لكبرها ومساحتها وحجمها. طبعا بدعي الكل يجي يستكشف الغابة وينبسط بربوعها ويتمتع بالمناظر الحلوة وأصوات العصافير بعيد عن الضجيج وبعيد عن التلوث والأخير. مارك أكل أكلنا صح؟ وبطن عبينا مزبوط. كم كنيسة بتعتقد فينا نبرم بكل الأبيات بساعة؟ إيه. هلا هني قرابة بعدهم بتصور فوق العشرة. تشالنج؟ بدك نبرمهم بساعة؟ يلا let's do it. يلا بمنطقة القطلبة كنيسة 1955 قديمة، جرسها كتير قديم بس منع جوجل مابس وما في ولا أروى بتقلنا شو اسمه. أنا حبيت هالكنيسة كتير، في هيك خضار حواليها اسمها سيدة أقماع، شي كتير حلو. الاسم أرامة بيعني شكله الساحر، يمكن لأنه الطبيعة بتسحر. بشبهوها كأنه كيك مدرج روماني وفي شمالك ويمينك خضار. وبرامو كتير مشهورة المنطقة بالسنديانات، وكيف ما بتمشي في مغاور وأثارات، شكلها كانت معبد وثني من زمان. غنى الطبيعة بيهبل، ان كان الخضار اللي حواليه ان كان هالسنجانات القديم، سنجانة تحتانية مشبر مشبر هيك كلها سوا فاتت بعضها، يمكن كانت موجودة رجع نطم التراب عليها. هيدي السنجانة يلي فاضي من جوا على الاخر، شكله حدا جرب يولعها بس ما ماتت بقيت. عادة انت بتقول هي شو هي وبتطلع بتوقف فوق لنشوف قد كبيرة هي. هي هي عظمة عظمة. من أكبر السنجينات اللي شايفهم بلبنان أكيد. أنا حسب ما خبروني سادة شحلة معناتها شيء جاي من المجرى، كأنه مجرى مياه أو هيك أو لا؟ لا. شو هي؟ شو بتعني؟ قالوا هي كانت مملكة. أوكي. يعني كان اسم الملك شحلة؟ إيه. أنا قريت إنه أبيات جاية من كلمة كمان سريانية بتعني إنه كلها فيها مي. صح. إيه بس هي إنه أنا ما فيها كتير ينبيع. كتير. وهون شو في هذا الشيء حدنا قلتي له كمان عنده اسم حلو؟
مرشاليطة هواية. شو يعني؟ يعني الغاويات، يعني كانوا البنات في معهم الحرير وكانوا البنات من عشية. حلو حلو. عم عمل الحرير عنا هون بالضيعة، عاملينه هلأ شيء كتير أثري، في مطحنة الطحين القديمة، في مجرى مي بعدها ماشي، كله ماشي عنا، بتروحوا بتزوروه وقلبكم هيك بيكبر إنه لأبيات بعد فيها قصص كتير أثري. ليش اسمها لأبيات؟ لأبيات فيها أبواب كتير، كانت كل البيوت قناطر هي على فكرة، وفيها ينابيع، فيها ينابيع كتير، فيها ينابيع. على مدخل الابيات على اليمين بتطلعوا، هي اول مره بشوفها تقلكم مزبوط، كنيسه فريده من نوعها، ما بتشبه ولا كنيسه تانية شايفينها. ليش؟ لانها صغيره بنص الطريق، الطريق بتلف حواليها، الشجر حواليها منه مقصوص، وفي بقلبها بالنص يلي هو اساسا لازم يكون الجرس، في عليها سيده على راسها، كنيسه سيده شحلو مشهوره كتير هون، بيقولوا انه في كتير اثار حواليها وفي كتير ذهب حواليها، معمره على معبد وثني كتير قديم، وبعيدوها بنهار ولاده العذراء. ما بعرف، ما عم بعد، يمكن صاروا خمسة، بس كيف ما تضرب عينكم في كنيسة، بتضرب عينكم في كنيسة. كمية الكنائس بالأبيات أنا مفكر فيش عشرة، بعتقد بلا منسأل متأكد يمكن 30 وقليل. اسم الله. سيدة الديال. أنا مش مقتنع، جوجل قايل إنه اسمها سيدة الدهر. ما بعرف. إنه هو بالظهر اسمه سيدة الدهر. آه طلعنا بمنطقة الدهر سيدة الانتقال. على الساحة تقريباً كنيسة الحبل بلادانس الزوق. ليش؟ لأن هالمنطقة بيسموها الزوق. بعتقد هيك. في كتير ناس بسمعهم بيقولوا سيدة الغسالة شو هالاسم الغريب؟ معقول؟ معقول في ناس بتضحك، في ناس ما بتعرف شو هو، بس خلينا نفكر فيها بمعنيين، أو الغسالة تتغسل الخطايا، أو شغلة تانية من زمان كانوا على النهر يجتمعوا كلهم بالجيران يغسلوا يغسلوا يغسلوا، يصلوا هن ورايحين هن وجايين، فبلشت وطلع الاسم من وقتها أنه رايحين سيدة الغسالة وعطوها هذا الاسم يلي بيصلوا لهن ورايحين. وشغله كتير مهمه اليوم بالابيات، ساعات حدا بيوصل على المنطقه سيده الغساله، الكنيسه القديمه والكنيسه الجديده، هيدا الجرن اللي بيرمز لكتير اشياء كمان، كل حدا بيجي بياخذ البركه وببلش نهاره. شتقنا لك؟ شتقنا كيفك؟ بيت ما إلا معنا بليك. لك خليك خليك، أنا كنا هلأ فوق بجرود بيت عكار عتيقة، وعرفت فيكم أنا إنه تفاجأت، أنا عارف بكون تجوا بس مش شارف هلأ التوقيت. كل ما نطلع لبيت قالوا أنت بتفرجينا وجه تاني سقافي حضاري أخضر قريب من الطبيعة قريب من الشجر. اليوم نرجع نذكرهم بيت حدا بيتصل فيك تيجي يكتشف الكوتي حرش منه اذا فينا نقول، او الكوتي الاخضر منه. إيه. شو بيعمل؟ إيه اهلا وسهلا فيكم، انتم صرتوا من النسيج بقبيات لانه العالم كلها بتعرفكم، ولانه انتم بتحبوا البيت انتم اخترتوا، يعني نحن ما اخترنا نكون بيتي، انتم اخترتوا. حلو اللي حبيته فيها انتم في في فيها فعل اراده، نحن فعل ربنا. القبيات بده يجي عليها، بده يجي على القبيات ومنطقة القبيات وجوار القبيات، بده يعرف انه هو جاي على محل في طبيعة، في عدة شغلات يشوفها بالبلدة، ما بدنا نقول بالمدينة،
ولكن فيها طبيعه، فيها كثير شغلات بالطبيعه، بده يحب الطبيعه وبيقضي وقت ممتع، بيقدر يعمل هايكينج، بيقدر يعمل بايكينج، في يعمل كامبينج بالشتاء، في يعمل سكي دو فون يعني كروس كاونتري سكي، في راكيت على الثلج. ماك انا شايف لك هيدي الخريطه عم يعني الكل عم بينعجب فيها وضارب عيون، فهيك بنبيعها بالمزيد العلني اخر النهار، نعمل منها قرشين تنشوف بمكتب مين رح تصير. من جوات هالبيت السبيسيال كتير ويمكن من الوحيدين اللي هيك بلبنان. اهلا وسهلا. هل شقفة الجنة على الارض؟ بيت حديث من تراب تعيش فيه. حلو لدرجة ما قدرت فرجيكم اياه بس عشية. بالنهار رونقه غير شكل. ميرسي على الاستقبال دكتور. اهلا. رجع وفوت تشوف البيت؟ تفضلوا. من هالبيت الرائع بتكفي على تاني وقفة. تاني وقفة اليوم رح تاخدنا بالقلب الحرش، رح تشوفوا شو يعني التسليق. نسمع كتير جدودنا يمكن كانوا يعملوا تسليق، بعدهم اليوم شغلة كتير مشهورة وعم ترجع على الموضة أكتر وأكتر. في ناس بتطلع بتمشي بالحرش بتطلع بس على الشجر، بس واحد لازم يطلع تحت الشجر، يطلع على الأرض، يعرف وين بيمشي ويشوف قديش بيقدر يستفيد من الطبيعة. في ناس بتقول إذا واحد سلق مرة بالجمعة بيقدر يعيش من الطبيعة بلا ما يشتري شيء من السوبر ماركت. جاكلين موسى، بنت لقبيات. أنا أول شيء بنت كشاف، بنت الطبيعة. الطبيعة كتير مهمة عند الكشفة، بتعلموا اكتشاف الطبيعة وما يحيطه يعني من أعشاب وأشجار ومحافظة على البيئة. خلال فصل الصيف في عنا شوية يعني مش فقدان، يعني بتكون هلأ يابسة الأعشاب، في أعشاب أو نباتات تنبت مثلا بالبساتين اللي هي فيها زرع، يعني مثلا مثل الخضار أو شيء عن طريق السقي الجر المياه، وهيك بتطلع عنا نباتات برية يعني ما بتنزرع، أكيد هي بتجي بالماء. بمعرفتي إنه لأنه التربة بيضة عشان هيك سموه نبع الأبيض، يعني التربة اللي حواليه شوي. شوف المي عم تطلع من تحت الجبل مثل ما هي عم بتكركر. هيدي حمايضة. هون من أشهر نباتين مي بلبنان، واحدة منسميها الجرجير والتاني منسميها القرة. قلوب الضيعة هون سكت قلنا إيه، لولا القرة والجرجير كانت ماتت ناس كتير. حلو. بيع كتير مهمة، ما نأذي الشجرة،
يعني نشحلها بدون وعي، يعني بتقول بنشحلها بترتيب يعني نرتبها حتى نحميها من الحريق، لأنه إذا كمان ما شحلنا الحرش الأغصون الواطية أكيد يعني أي حريق بيأذي الطبيعة أكثر. عشان هيك بدنا نحافظ على الأشجار كمان بترتيبها بتنقيتها من الأشياء اليابسة من الأمراض، كمان فينا نخلي الشجر بأمراضها هيك، لأنه بيتكاثر المرض بالشجر بيضرب كل الشجر، بتنضرب الغابة عادي، والتعرف الغابة بتنضرب بتنضرب العشبة والنبتة وبتأذي الطبيعة كلها بكلها. سليم شاهين، مطعم بيرغرين لقبيات. نحن من شهر هون بالبوزة ومن شهر بكتير مأكولات. هلأ مطبخ شرقي أكيد موقف، عنا البيتزا، عنا سندويشات بلايات، هلأ قريبا الصاج بدنا نرجع نمشي البوزة، بنشتغل البوزة. نحن عنا يدوم بالمحل بنعمل السحلة وأكيد بنعمل الطعمات، في منها 30% فريش. بدأ بريك بوزة قبل ما نكفي المشوار. نحن بمار جرجس ودنيل، بنسميه دنيل هو مار دانييل، كنيستين وعنا هذا السيستم موجود بالكنائس القديمة تبعنا كلها، يبقى في كنيستين عنا بين عكار العتيقة والقبيات، عنا كتير كنائس من هذا النوع كنيستين على طول موجهين المذبح صوب الشرق. والسؤال ليش كنيستين، وحتى في كنيسة بتسبق كنيسة بشوي مثل ما بتشوفوا هون، يعني مار دانييل سابق شوي مار جرجس، كمان هيدا من الارشيتكتور القديمة. يبقى في المسيحية بهذاك الوقت كانوا مجموعتين، مجموعة بتؤمن بالمشيئة الواحدة ليسوع المسيح ومجموعة بتؤمن بالمشيئتين يعني إله وإنسان. هولي كانوا يمرقوا بفترات حرب بين بعضهم كمان، بس يمرقوا بفترات سلام بين بعضهم، وأكثر الأحيان يمرقوا بفترات سلام. يبقى عندهم خوري واحد، أو ما 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 كل واحد عنده خوري، وما كلهم بيقدروا يعملوا كل واحد كنيسة لوحده، بقى في شابيل لهم شابيل تانية للمجموعة التانية، ويبقى خوري يصلي لهم، ويبقى في فتحة بين الكنيسة من كنيسة لكنيسة. هيدا منلاقيه بعكار، منلاقيه كمان بجرود جبال ببعض بعض المحلات. صوتت على سنتين بدها انرجي. بداية الدرب شويتا، هيدي بداية الدرب، في المارك تبعه هون خطين زرق مثل ما بنشوف هون، وبنلحقهم هون. بعدنا عم باخذ نفس. دكتور حبينا شو يعني اول شيء، اللي ما بيعرف شو يعني درب. درب يعني هي الطرقات القديمة اللي كانوا يسلكوها جدودنا تيتنقلوا تيروحوا على من بل من ضيعة لضيعة، أو حتى يروحوا على البساتين تبعهم، يعني هي الطرقات القديمة. طريق الحمار. طريق الحمار. عم نرجع نحن بكل المناطق البيئيين نرجع نحيي هيدي الدروب ونستعملها للمشي وللسياحة، ولا كمان التواصل من بلدة لبلدة أو داخل البلدة أو تنروح من حي لحي. بيت بيجي على بيت. إيه نعم. نقي أوتيل بتروق. منقي درب كم واحد فيه؟ في أقله في 20 درب. برجع بنام هون بوع الصباح معهم درب تاني. صح. فول باكج لبيات. فينا يوم نمشي ويوم نرتاح بالضيعة، نشوف داخل الضيعة، نشوف متاحف، نشوف نتعرف على ناس، نشوف نلتقى بناس هيك لذيذين، نروح لعند شخص بيعمل الكول معين بيعمل جبنة، نروح لعند شخص نقطف معه تفاح مثلا أو شيء،
وبنجي بنمشي مثل ما هلا بدنا نمشي هون. نحن مثلا هلا اذا بدنا نمشي ساعتين بس، انا بالقبيات ومعي اولاد وكذا، ما بدي امشي مشوي كبيره، بدي امشي ساعتين، بجي لهون بزور مار جرجس ودنيل وبشوف الايسار تبعه وبلقط هذا الدرب من هون. هيدا درب سهل كل العالم فيها تمشي، بيعمل بوك الدرب دائري بيرجع بينتهي هون. قبل ما نعمل الدرب نطلع عند هيك نجيب قلب جبنه. اه نازي. نحن هون بمنطقه بمرجر شويتا، المنطقه ما فيها كتير مي، ولذلك كانت هون مسكونه من شبه ضايعه، كانت ضايعه هون، وتا يستفيدوا من مي الشتاء كانوا يخزنوا هالمي. هالمي الشتاء تنزل هون مثلا، هون فينا نشوف كيف هون تنزل، في هون مثل ساقي صغيره بتاخذها لهون، وراح نشوف لفوق في ابار كبيره محفوره بالصخر. غازي الياس صاحب محل الخان، فتحنا من شي 5 سنين. نحن منقدم كل شيء، كوكتيلات وارجيلي ومشروبات سخنه وبارده وعصاير وبوظه وبعض الحلويات الخفيفه. فناسين بونجور. بونجور. يعني جيت وقال لبعضك كنا من عبوكرة عم نبرم لبيت اللي صرت جايل عليها شي 6 مرات، منركز دايما سياحة ومطاعم للعالم، بس ما عندي أرقام وأنا متكل عليك. خبرني شوي، أول شي كنت عم بقول اليوم في أكثر من 30 كنيسة أو أنا بغلبط؟ لأنه كيف ما نبرم بشوف كنيسة؟ في كتير كنيس أكيد. أول شي بونجور، أهلا وسهلا فيكم في لبيت. بالنسبة للأرقام نحن أكيد لا، 30 هو رقم شوي مبالغ فيه، بس كيف ما برنت شوف كنيسة هو شيء صحيح، لأنه الأبيات من أساسها فيها كنيس حديثة وفيها كنيس قديمة. الأبيات بتتميز بأنه هي صحيحة يعني بلدة وحدة، ولكن هالبلدة فيها 7 رعايا، وبالتالي كل رعية فيها على الأقل كنيسة، وفيها يا كنيسة 2 إضافيات، إما أثريات وإما بيكونوا مزارات حدة، وهذا الشيء بيخليك كيف ما برمت انك تشوف هيدا الاسبيل هو الكنيس. عادة عن اماكن لها طابع كمان ديني تاني مثل الصليب ومثل غيرهم، لهن مش بالضرورة يكون حدهم كنيسة دغري. التاريخ تبعهم يتراوح من الحداثة يعني بالقرن 20 اخر شيء تعمر، بس فينا نرجع لورا لحدود 1000 او قبل كمان لبعض المواقع اللي عنا اياها، وفينا نرجع اسا اكتر اذا اعتبرناهم هن اثار وثني شيد عليها بعدين أماكن مسيحية مثل العادة. بشكل عام إذا بدنا نحكي بعلم الأثار يعني المباني القائمة، أعتقد مبنى هون تقريبا ديني بيرجع لحدود 1000 سنة لورا أو أكثر. فيها تجمع عدد سكان مهم من قبل، وتعتبر إذا بدك هالتجمع 7 أحياء اللي بغير محلات فينا نسميهم 7 ضياع لو كانوا مختلفين بالانتماء، بس نحن انتماء واحد، وبالتالي بنحكي إنه كلياتنا من القبيات، بس هيدا من هيدي الحارة وهي من هاي الحي وهي اللي بيفرق، إنه ممكن تلاقي حارة بكاملة جغرافيا مثلا مسافة 2 كيلومتر أو شيء من قلب الضيعة، والعكس صحيح ممكن تلاقي حوير متداخلة، فهيدا الشيء بيعطي غنى لها. ورمزية العدد 7 معروفة بالكتاب المقدس رقم الكمان، ونحن يعني ما بنحب ضيعتنا إلا شوي. هلا باخر احصاء عملناه نحن خصوصي فتره كوفيد، استفدنا منها هيك نوع مثل خريطه، تقريبا فينا نحكي عن 1800 وحده سكنيه تقريبا يعني بشكل عام، فينا نحكي عن حدود 2000 عيار مي، نحن هيك كمان بنعرف يعني اذا في مي يعني في سكان، بس ممكن يكون عدد من المي رايح على اراضي زراعيه، بس بين 1800 وال2000 اذا بدنا نحكي عن وحدات السكنيه. بتعرف وحده سكنيه ممكن تكون بيت، ممكن تكون اكثر من شقه يعني ببنايه، من لانه هيدا النموذج بلش مع وقت العسكر بلش يكتر عنا، وما بس بلش يكتر العسكر صار البي عمر مثلا طبقين فوق منه لأولاده، وبالتالي هالفينومين تبع كلمة بنية صار موجود أكتر بالضيعة. شارب الكوري انتو بالقبيات زجاري سنطاب، أنا قاعدة هون برا أو دور، طالع عنا هون لقبيات حلوة، نطبقكم كوكتيلز طيبين، أهلا وسهلا فيكم.
الكونسبت ما كان موجود. كونسبت له كافيه ان بار، من الصباح تجي بتشرب قهوتك، بالليل تجي بتشرب درينك تبعك كوكتيلز على الرايق، ميوزك حلوه خفيفه. تشجعت وفتحت هون بيت، وبشجع اي حدا كمان بضيعه يكون عنده هيك مصلحه كمان. عمل لك ريد واين انفيوزد مع هيربس، وبنعمل كوكتيل هيك. هلا بركي بنعمل شيء كلاسيك نيجروني او شيء. تفضل يلا ندوق هون ريد واين انفيوزد مع هيربس، منت، بيزل، روزماري، وهيك قصص. بتطبخه مثل الموز؟ ما بتعرف عنبيد. مزبوط، حسيت واو، يعني طعمة نويل بس ما في نويل، طعمة كريسمس بس ما في كريسمس. مطبوخ ريفرشينج، مسقع، هيربي، انترستينج. غير انه درينك عظيم، بدها شجاعة واحد يفتح بالضيعة، بدها شجاعة واحد يفتح بوب بالضيعة ويمطر من نهار لنهار، او الشبيبة كلها سوا تتجمع، بدها شجاعة واحد يجيب الشباب على الضيعة مش ينزل هو لعنده على بيروت، وشغله رائع. فيمكن كل شخص لازم يتشجع يرجع على الضيعة ويعمل انفستمنت بضيعته والناس تطلع لعنده على الضيعة. فأنا مهنيك من قلبي فعلا. برجع بقول غير انه درينكاتك طيبين، يعني مانو سانجريا ومنه مولد واين، شيء ان بتوين. ما بحس حالي عم اشرب نبيد. انجويبلي سويت اند فول اوف فليفر. باي باي مع الشباب والضيعه كلها سوا، الاجواء كثير حلوه عندهم. تشاو. انا بحب المشوي اكثر بس بلزع اسنان. بس 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 ما انا حكيم اسنان. ايوه صلنا شي 7 سنين فاتحين هيك الشغلة هي، بس كنا نفتح على الطريق. هلا مستأجرين جديد، صلنا شي 4 شهور هون. إذا الله راد كتر خير، الله أكثر ما مستاهل. وأهلا وسهلا فيكم. شكله حلو عن جد، معتبة هذا المرة. هاي تندوق مين بشي اليوم بين سنانة؟ أنت؟ سموكي أند ويل كوك. رجعت 30 سنة لورا. مان شو ما نعمل بس طيبين. شو بتسمون هون؟ فول؟ فول وحامض مع ملح وكمون. هيدا مسلوق بالماي مشوي، هيدا بضل قطرة من هيداك. بينما المشوي الكبار بالعمر أكثر شي بيحبوه. سبحان الله، كل واحد عنده ذوق. كل واحد على ياسو. اوف هيدي شو جوسي، مش معقول. ساعة وحدة حاطينه. اخذت قرار اليوم انه هي اطيب. انا بفضل المسلوق. هلا بعطيك كبده معك، انا مش بحب البيت. رائع مدام، بتعقدي. مرسي، مش راجع على البيت اليوم بس فيني اقول لك مرسي مرسي مرسي. لك كرمك وضحكتك وبتعقدي. مرسي خليك. لك الغيله العشا حبيتهم. اهلا وسهلا. بيتر مين؟ ممكن صار لي عن جد 30 سنة مش حاسس على الطعم. يمكن اطلع على الكرمة صح راجل. ما علمتك امك ما تحكي وتاكل بذات الوقت؟ أنا معقول؟ كيف طيبين؟ على الوصلة على الأبيات، على الساحة. ستوب! توقفوا لهون. ترجعوا بالطفولة. أريير. تنبسطوا، لقمة سريعة، هينة، فيجن، طيبة، كلها حب وغرام، وبتكفوا نهاركم. جبت فول للطريق. أنا بس تنتسلى. شوية حامض، شوية كمون. أوبس.
البيات. انت بعدني عم بقول لك انت وجه لبنان الحلو. فتحنا سنة 2004، انا كنت بالسعودية وجيت وارتحت 4 سنين وبعدين فتحنا المطعم وبلشنا يعني فاميلي ريستورانت انا ومدامتي وابني. طومدين هون بالضيعة ان الله راد صيف شتي ومنقوم بنشاطات يعني غير المطعم كمان. نحن بالطبيعة وبالسكي وبالسكي دوفون بالسياحة البيئية كلنا نحن الفاميلي اللي بيعملوا هالشغل. نحن ما عنا نحن الشيفية، انا ابني اللي عامل الشيف ومدامتي بتساعده وانا بالادارة وبرا على الكاشير وعائلي وابني مهندس ايام بيساعدني. والحقيقة فاميلي ريستورانت. وعنا كمان شغلة مميزة هيدي يمكن بعكار كلها ما في منها، هي عندي الكاراوكي. انا سهرات كتير حلوة مش من هلا، صار لي شي 15 سنة بنعمل كاراوكي هون بالمنطقة. بيرة ولا مرة بتنشرب بالقنينة، بيرة دايما بالكباية. لما بتبلش بالريحة بالشكل بالإكسبرينس باللون وبعدين بشرب. لحم تشبه طريق البطاطا كتير طيبة مشربانة زيت، والبيتزا كتير رقيقة غنية ومحشية. واو يمكن أرقى بيتزا شفها بحياتي، سوبر رقيقة مثل الخبز اللبناني ومن فوق محشية لودر. طعمتها كتير طيبة، الصوص تبعها طيبة، الجبنة تبعها طيبة. If comfort food بتضيعة. Nice. هيدي الكساديس. واو كل هول. فعلا 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 رائع. هو الاكل تبع ضيعة انا صغير. هذا الاكل الكونفورتينج كونفورت فود اللي بيريح المريح الغني المعمول بحب يلي فيه نفس البيت بس هو فاست فود. واو برافو عن جد. دي صار اللي بيجي لهون ولا مره وقفت عن كرم. معقول حس حالي غلط. جيه باش كابا كافيه، صرنا فاتحين نحن من اواخر 2016 او 2017. اتس كافي شوب ومنقدم سويتس ووفل بانكيكس كريب بسكي وشوكولا. نحن بنفتح الصبح وبنفتح بعد الظهر، بنفرس نهار التنين وبقوة كل الجمعة فينا نشوفكم. عشا تعشينا ودرا اكلنا وقهوة شربنا صاروا دي تحليل. نحن اول لقبيات قبل الرونكوان بتشربوا فنجان قهوه بتاخذوا تحليه وبتنطلقوا بتشوفوا الضيعه الحلوه. هاني ام هوم. ليلتنا بتخلص هون. جرانيرو فيردي مثل ما قلت لكم بالنهار سولار بانلز، بالليل عنده بطاريات وموتور تاعت البعوز. اوض كثير كبيره، هذا الصالون المطبخ وفي اوضه للاولاد واوضه للاهل. هون هون مرتب مظبوط. حب اجي لهون وهلا رح نحضر تي في للصبح حتى نشوف اوضه مارك. مارك كمان عنده مطبخه صوبيا لانه بيبرد، اوضه لون ابيض، حمام كبير، اوضه يولد. إذا بدك نام هون. لا رأى اترك لك هيدي الأوضة بنام أنا هونيك. أنا قصدي أوضة الأولاد. طيب
سكر كمان كنت مبرغش. لا هيدي البارتي مش عم تقطش دقيقة مش عم تقطش إذا تقطش أنت very excited ما هو زي يومين رح يقدروا. لا الحمد لله الحمد لله شوي شوي شو صار؟ ما ترك محل غيره. راني روفيردي بالأبيات فيكم تجوا تقضوا مش نهار ونهارين وثلاثة وأسبوع جوسي من جوا؟ غيرت مني يعني؟ لا بس طقشعك لو إذا نحن تحت كان أحسن مفهوم يعني نبلش؟ حماس حماس و... كي و... هم نعطيك جميل والله حلوين ما بقدر فل هيك حلوين حلوين 30 سنة لورا حتى بمش انت خايف تعجعني خايف تعمل كيف